ومن الفوائد أن الخف المعتبر في المسح عليه هو ما غطى الكعبين، ولذا لو أن إنسان لبس جزمة مصنوعة من جلد لكن عقبيه لم يسترى فهذا ليس بخف شرعي، وبالتالي فإنه لا يمسح عليه، لابد أن يكون الخف ساترا للكعبين. إذا ما يلبسه الجنود مما يسمى بالبسطار ويغطي القدمين وزيادة ويغطي الكعبين وزيادة يجوز المسح، ولو لم يلبس شرابا، وإن لبس شرابا فيجوز المسح عليهما كليهما.